فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول إنها قد قامت بالحجامة، وقالت لها من حجمتها إنها مصابة بالعين وإن الحجامة سبب للشفاء. هذا كذب. ما الحجامة ليست علاجا من العين، إنما الحجامة علاج من المرض، هي علاج صحيح، وهي من الطب النبوي. ما أنها علاج عن العين فهذا كذب، هذه تبي ترغب الناس يجون لها يحجمون عندها وتأخذ فلوسهم، هذا قصدها. نعم.